الجرائم السيبرانية، ما هي الأنواع المختلفة للجرائم الإلكترونية؟ الجريمة السيبرانية كما يوحي اسمها هي استخدام التقنيات الرقمية مثل أجهزة الكمبيوتر والإنترنت لارتكاب أنشطة إجرامية. تستغل الجهات الفاعلة الضارة التي يطلق عليها غالبا مجرمو الإنترنت أجهزة الكمبيوتر والبرامج ونقاط الضعف في الشبكة لأغراض مختلفة، بدءا من سرقة البيانات القيمة وحتى تعطيل العمليات التجارية للهدف. تشمل الأنواع المختلفة الجرائم الإلكترونية القرصنة، ويقصد بها الوصول غير المصرح به إلى نظام الكمبيوتر أو الحساب، وغالبا ما يؤدي ذلك إلى إلحاق المزيد من الضرر بالهدف. التصيد احتيالي مثل انتحال شخصية الشركات أو الأفراد الشرعيين لخداع المستخدمين للكشف عن معلومات حساسة. البرامج الضارة مثل فيروسات والديدان وحصن الطروادة والبرامج الفدية داخل الجهاز أو الشبكة. سرقة الهوية، وهي سرقة البيانات الشخصية مثل الأسماء والعناوين وأرقام الضمان الاجتماعي لانتحال هوية شخص ما بشكل احتيالي. تمتلئ عناوين الأخبار بقضايا الجرائم السيبرانية رفيعة المستوى عالية التأثير. فمثلا في مايو 2021 على سبيل المثال، تعرض نظام خطوط أنابيب النفط الأمريكية كولين بايبلاين لتعرض هجوم فدية أدى إلى توقف عملياته لمدة أسبوع تقريبا، مما أدى إلى نقص الوقود عبر الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. في عام 2023 أعلن مزود خدمة الصيدلة فارمسي أن البيانات الشخصية لستة مليون مريض بما في ذلك الأسماء وتواريخ الميلاد وأرقام الضمان الاجتماعي قد تمت سرقتها من قبل مجرمي الإنترنت. وهذا الأمر يقودنا إلى حجم تأثير الجريمة السيبرانية. يمكن أن تؤثر الجرائم السيبرانية على الأفراد والشركات والمجتمع بعدة طرق، مثل الخسارة المالية. يمكن أن يعاني كل من الأفراد والشركات من أضرار اقتصادية بسبب الجرائم السيبرانية. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الهجوم الإلكتروني الذي يسرق بطاقات الدفع إلى الاحتيال على بطاقاتك الائتمانية وسرقة الهوية. وأيضا الخسائر الشخصية بعد التعرض للهجوم الإلكتروني، قد يحتاج الأفراد إلى قضاء بعض الوقت في حماية أنفسهم ومنع المزيد من الضرر. يمكن أن يكون الوقوع ضحية لجريمة إلكترونية أمرا ضارا نفسيا أيضا، مما قد يؤدي إلى القلق والتوتر والخوف. وأيضا تعطيل الأعمال، تم تصميم بعض الجرائم الإلكترونية مثل هجمات رفض الخدمة الدوس لتعطيل عمليات الشركة لأطول فترة ممكنة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعطيل موقع الويب وخسارة العملاء والأرباح والإضرار بالسمعة. السلامة العامة، قد يستهدف مجرمو الإنترنت البنية التحتية الحيوية مثل شبكات الطاقة أو مصانع التصنيع، وهذا يمكن أن يعطل الخدمات الأساسية بل ويخلق مخاطر على السلامة العامة. تظهر الإحصائيات المتعلقة بتكلفة الجرائم الإلكترونية أنها لا تزال تمثل تهديدا يجب أن تؤخذ على محمل الجد. بلغ متوسط التكلفة العالمية لاختراق البيانات 4.5 مليون دولار في عام 2023. تعد الجريمة السيبرانية ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين. لقد تأثرت المنظمات من جميع الأحجام والصناعات بالجريمة السيبرانية. فمثلا في يونيو حزيران عام 2023، واجهت شركة مايكروسوفت عملاقة التكنولوجيا اضطرابات مؤقتة في خدمة الحوسبة الأوتلوك والأزورة بعد هجوم شنته مجموعة الجرائم الإلكترونية المسمى أنيموس السودان. وفي عام 2022 أعلنت حكومة كوستاريكا حالة الطوارئ بعد إصابة العديد من أجهزتها ببرامج الفدية، مما أدى إلى إيقاف الخدمات الأساسية. وجدت دراسة أجرتها شركة باراكودا نتروك أن الشركات الصغيرة أكثر عرضة للاستهداف هجمات تصيد الاحتيالي بثلاث مرات مقارنة بالمؤسسات الكبيرة. وهذه المعلومات تقودنا إلى سؤال، وهو كيفية منع الجرائم السيبرانية. لحسن الحظ هنالك العديد من الطرق الفعالة لمنع الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك استخدام كلمات مرور قوية طويلة ومعقدة وليس من السهل اختراقها، وأيضا تجنب الروابط والمرفقات المشبوهة في رسائل البريد الإلكتروني. وأيضا لابد من تمكين المصادقة متعددة العوامل المالتي فاكتور اوثنتيكيشن لإضافة طبقة إضافية من الأمان. يمكن للشركات والأفراد استخدام تدابير الأمن السيبراني مثل تنصيب جدران الحماية التي تتحكم في حركة المرور الواردة والصادرة على شبكة الكمبيوتر، مما يمنع التهديدات الخارجية من الدخول. يمكن أيضا لبرامج مكافحة الفيروسات اكتشاف التطبيقات الضارة والمشبوهة وعزلها وإزالتها. أيضا هنالك بعض الأنظمة التي تقوم بكشف التطفل ومنع التطفل مثل IDS والIBS بمراقبة حركة مرور الشبكة وسجلات النظام لتحديد التهديدات المحتملة والاستجابة لها. يمكن للمؤسسات توظيف متخصصين مختصين في مجال الأمن السيبراني مثل محققو قرصنة الكمبيوتر والطب الشرعي، أيضا المسللين الأخلاقيين، أيضا المتخصصين في اختبار الاختراق ومحترفي أمن الشبكات والمستجيبون للحوادث وفنيين الأمن السيبراني. يتمتع متخصصو الأمن السيبراني المعتمدون بثروة من المعرفة والخبرة في اكتشاف الهجمات السيبرانية والرد عليها. تساعد خبرة هؤلاء الأفراد في التعامل مع أحدث نقاط الضعف وتقنيات الهجوم على تقديم اقتراحات وتوصيات لا تقدر بثمن حول أفضل
أفضل طريقة للشركات لتعزيز وضع أمن تكنولوجيا المعلومات لديها. يمكن لمحترفي الأمن السبراني تقييم المخاطر الأمنية للمؤسسة وتطوير استراتيجيات لكيفية تجنب الجرائم السبرانية ومن ثم الإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجيات. لقد نجحت العديد من المنظمات في استخدام خبرات المتخصصين في مجال الأمن السبراني لمنع الجرائم السبرانية. على سبيل المثال، تتعرض شركات التكنولوجيا الضخمة مثل جوجل وفيسبوك وأمازون باستمرار للتهديدات السبرانية، ومع ذلك توظف هذه الشركات موظفين ذوي مهارات عالية في مجال الأمن السبراني والذين نجحوا إلى حد كبير في حماية بياناتها وأجهزتهم من المهاجمين. عندما تدرك المؤسسات أنها أصبحت هدفا للجريمة الإلكترونية، فإن الدقائق والساعات التالية تكون بالغة الأهمية. يجب على الشركات وضع خطة استجابة قوية للأمن السبراني قبل هذا الحدث بوقت طويل. تضمن خطة الاستجابة قدرة المؤسسات على الاستجابة بشكل فعال وسريع للهجوم المدمر والتعافي من تعطل الأعمال. يجب أن تتضمن خطوات خطة الاستجابة هذه ما يلي: تحديد التهدي واحتوائه، يجب عزل الأنظمة المتأثرة وإيقاف تشغيلها وفصلها عن الشبكة، تقييم الضرر، يحتاج متخصص الأمن السبراني إلى تحديد نطاق الهجوم وخطورته، التخفيف من الثغرة الأمنية، يجب على المنظمة إصلاح أي نقاط ضعف مكنت هذا الهجوم مثل تغيير كلمات المرور أو تثبيت تصحيحات الأمان، يجب إبلاغ السلطات وفقا للقوانين واللوائح. قد يشتمل ذلك موظفي إنفاذ القانون والسلطات التنظيمية وأي عملاء متأثرين. من أحد الأمثلة على الاستجابة الفعالة للجريمة السبرانية هو شركة الصناعات النرويجية نورسك هيدرو. في عام 2019 تمكن مجرمو الإنترنت من إصابة شبكة نورسك هيدرو ببرنامج الفدية، مما أدى إلى توقف العمليات التجارية. استعانت شركة نورسك هيدرو بسرعة بمساعدة المتخصصين المتمرسين في مجال الأمن السبراني، وهو فريق الكشف والاستجابة دارتا التابع لشركة مايكروسوفت. من خلال اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة، استعادت شركة نورسك هيدرو بياناتها من النسخ الاحتياطية دون الدفع للمهاجمين. الجريمة السبرانية هي لعبة القط والفار المستمرة. يبتكر مجرمو الإنترنت باستمرار أساليب هجوم جديدة، ويسعى متخصصو الأمن السبراني إلى الدفاع ضدهم. كيف تتطور الجريمة السبرانية وماذا يمكن أن نتوقع في المستقبل؟ تشمل الطرق التي تتطور بها الجريمة ما يلي: الأضرار الكبيرة، أصبحت الهجمات السبرانية أكثر ضررا لضحاياها من حيث المخاطر المالية والقانونية والمخاطر المتعلقة بالسمعة. أصبحت الهجمات أكثر تعقيدا، يمكن للمجرمين الاستفادة من التقنيات الجديدة واستغلال نقاط الضعف الجديدة، مما يسمح بتنفيذ هجمات أكثر تعقيدا. على سبيل المثال، يقضي العديد من مجرمين الإنترنت وقتا أطول في استطلاع أهدافهم، مما يؤدي إلى تحسين احتماليات النجاح. تشمل بعض اتجاهات الجرائم الإلكترونية المحتملة التي يجب الانتباه عليها في عام 2024 ما يلي: اختراق السيارات الذي يستولي على سيارة المستخدم، مما قد يسبب مخاطر كبيرة أثناء السير على الطريق. يجب على شركات تصنيع السيارات نشر أدوات مثل IBS والIDS داخل السيارة لاكتشاف الهجمات ومنعها. استخدام نماذج الذكاء الصناعي التوليدية مثل ChatGPT لشن هجمات هندسة اجتماعية أكثر واقعية وإقناعا على نطاق واسع. يحتاج قادة الأمن السبراني إلى استخدام التدابير الفعالة لتحديد المحتوى الذي ينتجه الذكاء الصناعي بشكل فعال ودرء هذه المحاولات. نمو الجريمة السبرانية كخدمة، حيث يبيع مجرمو الإنترنت أدواتهم وخبراتهم للآخرين. نظرا لأن هجوم إلكتروني أصبح أسهل من أي وقت مضى لأي شخص لديه الأموال، فإن اتباع بروتوكولات الأمن السبراني القياسية أصبحت أكثر أهمية. مع استمرار ظهور التهديدات السبرانية الجديدة، من المهم توقع هذه المخاطر وتطوير التدابير المضادة للرد عليها. سيساعد هذا الأمر المؤسسات والأفراد على الاستجابة للهجمات السبرانية بشكل أكثر فعالية، وتصبح هدفا للهجوم أكثر صعوبة وأقل جاذبية في المقام الأول. تحتاج الشركات إلى البقاء على اطلاع دائم بتدابير الأمن السبراني الخاصة، مثل تصحيح نقاط الضعف ونقاط الضعف المكتشفة حديثا لمنع المهاجمين من استغلالها، مراقبة القوانين واللوائح الجديدة بخصوص البيانات وأمن البيانات، وتحسين خطة الاستجابة للحوادث والتعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال بعد الهجوم السبراني.